واقع أنا السلفي. لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قوله تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أخبر تعالى عن موقف أولئك الربيين وحالهم أثناء الجهاد في سبيله، أنهم قالوا: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لازم هذا كأنه تعالى يقول للمؤمنين: لما لا تكونوا أنتم مثلهم وتقولوا قولتهم الحسنة الكريمة، وهي الضراعة لله تعالى بدعائه واستغفاره لذنوبهم الصغيرة والكبيرة، والتي كثيرا ما تكون سببا للهزائم والانتكاسات. انظر، الذنوب هي سبب الانتكاسات والهزائم، كما حصل لكم أيها المؤمنون. فلم يكن لأولئك الربانيين من قول سوى قولهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فسألوا الله مغفرة ذنوبهم وتثبيت أقدامهم في أرض المعركة حتى لا يتزلزلوا فينهزموا، والنصرة على القوم الكافرين أعداء الله وأعدائهم. فاستجاب لهم ربهم فأعطاهم ما سألوا، فآتاهم الله ثواب الدنيا، يعني أعطاهم الله ثواب الدنيا وهو النصر والغنيمة وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وحسن ثواب الآخرة أي رضوانه، أن يرضى عنهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، يحل عليهم رضوانه ويدخلهم جنته. والله يحب المحسنين أي الذين يحسنون نياتهم فيخلصون أعمالهم لله، ويحسنون أيضا أعمالهم فيأتون بها موافقة. الإحسان في العمل أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الكيفية أو في العدد أو في الوقت. من هداية الآيات الترغيب في الائتساء، يعني الاقتداء بالصالحين في إيمانهم وجهادهم وصبرهم وحسن أقوالهم. فضيلة الصبر والإحسان لحب الله تعالى الصابرين والمحسنين. فضيلة الاشتغال بالذكر والدعاء عند المصائب والشدائد. هذا الكلام كلام جميل جدا. فضيلة الاشتغال بالذكر والدعاء عند المصائب والشدائد بدل التأوهات وإبداء التحسرات والتمنيات، وشر من ذلك التسخط والتضجر والبكاء والعويل. فالمؤمنون عندما يصيبهم شيء من البلاء يلجؤون إلى الله، واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن الصلاة تعين على الصبر. عندما يصاب العبد ببلاء، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى عليه الصلاة والسلام، فيلجأ الإنسان لله بدل التأوه والتحسر، وقد يدخل في تسخط عياذا بالله. كرم الله تعالى المتجلي في استجابة دعاء عباده الصابرين المحسنين. من صبر
وأحسن في عبادة الله وفي وإلى الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يكون لعباده هؤلاء على ما يحبون، ويستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. إن شرطية تطيع فعلها، الجواب يردوكم. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. روي عن علي رضي الله عنه، وهذا ذكره القرطبي رحمه الله في تفسيره، أنه في غزوة أحد قال بعض المنافقين لما رأى هزيمة المؤمنين: ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم، ولو كان محمد نبيا لما قتل، إلى آخر ما من شأنه أن يقال في تلك الساعة الصعبة من الاقتراحات التي كشف عنها هذا النداء الإلهي للمؤمنين، وهو يحذرهم من طاعة الكافرين. فالذي روي عن علي رضي الله عنه أن بعض المنافقين قالوا للمؤمنين ذلك: ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم. فقال الله عز وجل محذرا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. والمراد من طاعة الكافرين قبول قولهم والأخذ بإرشاداتهم. يردوكم على أعقابكم، يعني يرجعوكم إلى الكفر بعد الإيمان، فتنقلبوا خاسرين، يعني ترجعوا بخسارة، لأن عاقبة الردة هي الخيبة والخسران. فتنقلبوا خاسرين، فاقدين لكل خير في الدنيا، وكذا لأنفسكم وأهليكم يوم القيامة، لأن الكافر له الخسار التام في الدنيا والآخرة. يقول: لفظ الكافرين شامل لكل ما أولت به الآية أو أولت فسرت به الآية، يشمل المشركين والمنافقين واليهود، وهذا أمر لا ينكر، فإن طاعة الكافرين لا تفضي بمن أطاعهم إلا إلى الخيبة والخسران في الدارين. يقول رحمه الله: فلا شك أن الكافرين قد طالبوا المؤمنين بطاعتهم بتنفيذ بعض الاقتراحات التي ظاهرها النصح وباطنها الغش والخديع، فنهاهم الله تعالى عن طاعتهم في ذلك. وهذا النهي وإن نزل في حالة خاصة فإنه عام في المسلمين على مدى الحياة، فلا يحل طاعة الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم،
وفي كل ما يأمرون به أو يقترحونه، ومن أطاعهم ردوه عن دينه فينقلب، يعني يرجع خاسرا في دنياه وآخرته والعياذ بالله. ثم يقول سبحانه وتعالى آمرا بطاعته: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم، قرئت بل الله بالضم، وقرئت بل الله مولاكم على الرفع والنصب، فيكون تأويل الآية على الرفع بل الله مولاكم أي متولي أموركم وحافظكم وناصركم سبحانه وهو خير الناصرين. أما على تأويل النصب فيكون لفظ الجلالة هنا الموقع منصوب لفعل محذوف تقديره أطيعوا، وأطيعوا الله مولاكم، لا تطيعوا الكافرين وأطيعوا الله مولاكم سبحانه وتعالى. وهو ما فسره هنا: بل أطيعوا الله ربكم ووليكم ومولاكم، فإنه خير من يطاع وأحق من يطاع سبحانه وتعالى. لكن التفسير هذا على قراءة النصب، التفسير الذي جاء به هنا على قراءة النصب. أما على قراءة الرفع فيكون المعنى: بل الله متولاكم وحافظكم وناصركم سبحانه وتعالى إن أطعتموه. فيقول: بل الله مولاكم فأطيعوه. بل الله مولاكم فأطيعوه، فالمولى هو الناصر والحافظ، وكذا الولي سبحانه وتعالى الذي يتولى عباده المؤمنين بحفظه ونصره إن حافظوه عز وجل في أمره ونهيه. فكل عبد له من الولاية بمقدار توليه لربه سبحانه وتعالى. فإن تولى ربه عز وجل بعبادة وحده لا شريك له وامتثال أمره واجتناب نهيه ونصرة دينه والسعي في الأرض لإقامته، فإن الله عز وجل يتولاه. الله ولي الذين آمنوا سبحانه وتعالى. وكذا هنا: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فأطيعوه سبحانه وتعالى ولا تطيعوا أمر هؤلاء المشركين. فأطيعوه ولا تطيعوا أعداءه. وإن أردتم أن تطلبوا النصر بطاعة الله فإن الله تعالى خير الناصرين، فاطلبوا النصر منه بطاعته فإنه ينصركم. فالنصر من الله يكون بطاعته سبحانه وتعالى وليس بمعصيته كما يظن البعض ويقول الغاية تبرر الوسيلة. لا، الغاية شريفة، ولا بد وأن تكون الغاية الموصلة إليه، ولا بد وأن تكون الوسيلة الموصلة لهذه الغاية شريفة أيضا، مشروعة، مشروعة يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضى عنها وأمركم بها. ثم يقول سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. السين هذه للمستقبل القريب.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يقول لما امتثل المؤمنون أمر ربهم فلم يطيعوا الكافرين، وعدهم ربهم سبحانه بأنه سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وهو الخوف والفزع والهلع، حتى تتمكنوا من قتالهم والتغلب عليهم، وذلك هو النصر المنشود منكم. هذا وعد من الله عز وجل صادق. وهناك قراءة سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يبقى الرعب بتسكين العين والرعب بضم العين، وهما بمعنى واحد، وهما لغتان من لغات العرب، الرعب والرعب، والمعنى الخوف والفزع. ومادة الرعب مأخوذة من الماء، يقال سيل راعب إذا ملأ الوادي، إذا ملأ الوادي فيسمى راعب. كذلك هنا المعنى المعنوي أن الله سيملأ نفوسهم رعبا وخوفا وفزعا، والله عز وجل قد نصر رسوله بالرعب مسيرة شهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي منها، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى ألقى الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة. أبو سفيان لما رجع من أحد وهم في مكان اسمه حمراء الأسد ندموا أنهم لم يفعلوا شيئا، وعزموا على العود لاستئصال المسلمين في المدينة، فألقى الله عز وجل الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة، فقال سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الباء هنا سببية، أي سيلقي الله عز وجل في قلوبهم الرعب بسبب شركهم. علل سبحانه وتعالى فعله ذلك بالكافرين بأنهم أشركوا به تعالى آلهة عبدوها معه لم ينزل بعبادتها حجة ولا سلطانا. أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، السلطان هو الحجة والبرهان، وهذا دليل كما قال القرطبي رحمه الله في تفسيره أنه لم تثبت عبادة الأوثان في شيء من الملل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما لم ينزل به سلطانا، لم ينزل الله عز وجل برهانا ولا حجة على عبادة هذه الأوثان، ولم يأمر عز وجل بعبادتها، ولم يقل لأحد أنهم شفعاء أي اعبدوهم واتخذوهم وسائط فإنهم يوصلونكم إلي وشفعاء لكم، كما كان المشركون يفعلون يعبدونها ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن لم يثبت في شيء من الملل عبادة الأوثان، لم يأمر الله عز وجل بذلك،
إنما هذا من الشيطان، هو الطاغوت الأكبر الذي يدعو الناس إلى عبادته، والذي زين لهم عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وكلمة السلطان في اللغة كما ذكرنا بمعنى الحجة والبيان والبرهان، وقيل للوالي سلطان، قيل للوالي سلطان لأنه حجة الله في الأرض، السلطان حجة الله في الأرض الذي يقيم دينه، فالسلطان يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين، فيقيم حجة الله في الأرض، لذلك سمي سلطانا. ويقال إن السلطان مأخوذ من السليط، السليط هو دهن السمسم الذي يضاء به السراج، فالسلطان السلطان سمي بهذا الاسم لأنه يستضاء به في إقامة الحق وقمع الباطل. وقيل السليط الحديد، والسلاطة هي التسليط وهو القهر. يقال لامرأة سليطة، المرأة السليطة هي المرأة الصاخبة. ويقال رجل سليط إذا كان فصيح اللسان، لكن هذه الكلمة تطورت وصارت بمعنى إيه؟ فلان سليط اللسان، يعني إيه؟ قبيح اللسان. لكن هي في الأصل في اللغة إذا كان إيه؟ فصيحا، فيقال فلان سليط يعني فصيح اللسان، وليس بالمعنى الذي تطورت به اللغة حتى وصلت إلى أنها سب وشتم. فمعنى السلطان أي الحجة ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فيقول سبحانه ومأواهم النار، أي محل إقامتهم النار. وذم تعالى الإقامة في النار فقال ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، هذا أسلوب ذم، وبئس مثوى الظالمين أي النار. والمقصود بالظالمين أي المشركين. الفرق بين المثوى والمأوى، الفرق بين المثوى والمأوى، المثوى هو المكان الذي يقام فيه، المثوى المكان الذي يقام فيه، المأوى كل مكان يرجع إليه شيء ليلا أو نهارا، هذا مأواه. يعني مثلا كمنزلك، مأواك ترجع إليه في أي وقت ليلا أو نهارا. فهل يقال عن الجنة مأوى ومثوى أم يفرق بينهما؟ يعني مثلا كهذا المنشور الموجود على مواقع الإنترنت ويقول لك النار مثوى، الجنة مأوى، لا تقل على الجنة مثوى، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، لأن الله عز وجل قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم إيه؟ هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي. يبقى المثوى هنا في حق يوسف عليه السلام معنى إيه؟ المكان الذي يقوم فيه. إنه ربي أحسن مثواي، يبقى المثوى هو المكان الذي يقام فيه، المأوى هو المكان الذي يرجع إليه الإنسان أو الشيء نهارا أو ليلا، فالجنة مثوى ومأوى.
مكان يقوم فيه المؤمنون ومرجعهم ومأواهم إلى الجنة، والكفار كذلك، النار مثواهم ومأواهم، أي أهل النار. يقول من هداية الآيات: تحرم طاعة الكافرين في حال الاختيار، أما في حالة الإكراه قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بشرط اطمئنان القلب بالإيمان. هذا إذا عذبوه ولم يطق العذاب فله الرخصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. بيان السر في تحريم طاعة الكافرين، وهو أنه يترتب عليها الردة والعياذ بالله. بيان قاعدة: من طلب النصر من غير الله أذله الله، من طلب النصر من غير الله أذله الله. فالنصر يطلب من الله عز وجل، وهو خير الناصرين سبحانه. وعد الله المؤمنين بنصرهم بعد إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم، إذ هم أبو سفيان بالعودة إلى المدينة بعد انصرافه من أحد ليقضي عمن بقي في المدينة من الرجال، كذا سولت له نفسه. ثم ألقى الله تعالى في قلبه الرعب فعدل عن الموضوع بتدبير الله تعالى، بطلان كل دعوى ما لم يكن لأصحابها حجة. الدعوة عريضة، أي إنسان قد يدعي دعوة، هذه الدعوة لا تقبل، فالدعاوى لا تقبل إلا بالبينات، أي الحجج والبراهين. بطلان كل دعوى ما لم يكن لأصحابها حجة، وهي المعبر عنها بالسلطان في الآية، إذ الحجة يثبت بها الحق ويناله صاحبه بواسطتها. ثم يقول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ولقد صدقكم الله وعده، ولقد صدقكم الله وعده، أي أنجزكم ما وعدكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بالنصر في أول النهار. إذ تحسونهم بإذنه، الحس بمعنى القتل، وكان هذا في أول النهار وفي أول الأمر. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني إذ تقتلونهم بإذنه. ويقال حسه إذا قتله، الحس بمعنى القتل، حسه أي إذا قتله فأبطل حسه فيسمى الحس. إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم. وكان صلى الله عليه وسلم قد قال للرماة وهم على جبل، قال لهم: اثبتوا أفي أماكنكم فإنا لا نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم. وهزم الله عز وجل المشركين وفروا، حتى أن النساء نساء المشركين جعلن يشتددن في الجبل فرارا، خشية السبي، أن يقعن في السبي، فاشتددن في الجبل وهزموا. فصدقهم الله عز وجل وعده. ولقد صدقكم الله وعده، أي حققه
ووفى به سبحانه. وهذا الوعد كان لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أخبرهم به وهو يهيئ الصفوف إذ تحسونهم بإذنه. بإذنه يعني بإذنه لكم في قتالكم وتسليطكم عليهم بإذنه عز وجل وبإعانته ونصره لكم. يقول: ما زال السياق في أحداث أحد، فقد تقدم في السياق قريبا نهي الله تعالى المؤمنين عن طاعة الكافرين في كل ما يقترحون ويشيرون به عليهم، ووعدهم بأنه سيلقي الرعب في قلوب الكافرين، وقد فعل سبحانه لأن وعده صادق، فله الحمد، حيث عزم أبو سفيان على أن يرجع إلى المدينة ليقتل من بها ويستأصل شأفتهم، فأنزل الله تعالى في قلبه وقلوب أتباعه الرعب، فعدلوا عن غزو المدينة مرة ثانية وذهبوا إلى مكة. ورجع الرسول والمؤمنون من حمراء الأسد ولم يلقوا أبا سفيان وجيشه. وفي هاتين الآيتين يخبرهم تعالى بمنته عليهم، حيث أنجزهم ما وعدهم من النصر، فقال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بوأ الرماة مقاعدهم وكانوا 30 راميا وكانوا 50 راميا، الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله أنهم كانوا 50 راميا، وجعل عليهم عبد الله ابن جبير أميرهم، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بألا يبرحوا أماكنهم كيفما كانت الحال. هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يبرحوا أماكنهم مهما كان الحال. وقال لهم: إن لا نزال غالبين، ما بقيتم في أماكنكم ترمون العدو فتحمون ظهورنا بذلك. وكذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن رأوا هزيمتهم لا يبرحوا أماكنهم، وإن رأوا ظهورهم أيضا لا يبرحون أماكنهم. في الحالتين أمرهم صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا أماكنهم في الحالتين. وفعلا دارت المعركة وأنجز الله تعالى لهم وعده، ففر المشركون أمامهم تاركين كل شيء هاربين بأنفسهم، والمؤمنون يحسونهم حسا أن يقتلونهم قتلا بإذن الله وتأييده لهم. ولما رأى الرماة هزيمة المشركين والمؤمنون يجمعون الغنائم قالوا: ما قيمة بقائنا هنا والناس يغنمون؟ فهيا بنا ننزل إلى ساحة المعركة لنغنم. فذكرهم عبد الله بن جبير قائدهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأولوه. وهذا هو قوله عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، أي في أمركم، وتنازعتم في أمركم وعصيتم، أي معصية الرماة، وعصيتم، إذا تمت معصية من الرماة. فيقول هنا تأويلا: تأولوا أن الحرب قد انتهت، وأننا ننزل نغنم من الغنائم مع من يغنم، لأن المشركين عندما فروا جعل الصحابة يغنمون الغنائم، فالذين على الجبل الذين أمروا بعدم مبارحة أماكنهم تأولوا. وفذكرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم
لكن منهم من نزل، منهم من عصى، نزل إلى ساحة المعركة يطلب الغنائم، وبقي عدد قليل على الجبل من الرماة. من الذي أبصر هذا؟ خالد بن الوليد. وكان خالد على ميمنة المشركين، فماذا فعل؟ رجع خالد وكر بمن معه وقتل هؤلاء الرماة، فصار ظهر المسلمين مكشوفا، وأتوهم من خلفهم، هم يجمعون الغنائم وإذا بالمشركين من خلفهم لما قتلوا هؤلاء الرماة الذين كانوا يحمون ظهور المسلمين. فلما رأى الرماة أخلوا مراكزهم إلا قليلا منهم، كر بخيله عليهم، فاحتل أماكنهم وقتل من بقي فيها، ورمى المسلمين من ظهورهم فتضعضعوا لذلك، فعاد المشركون إليهم ووقعوا بين الرماة الناقمين والمقاتلين الهائجين، فوقعت الكارثة، فقتل 70 من المؤمنين، ومن بينهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته، وصاح الشيطان قائلا إن محمدا قد مات، فابن قمئة رجع إلى المشركين وقال لهم قتلت محمدا، والشيطان صرخ إن محمدا قد مات. فعندئذ فر من فر من المؤمنين من ميدان المعركة إلا قليلا منهم. وفي هذا يقول تعالى حتى إذا فشلتم، الفشل الجبن، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، حتى إذا فشلتم أي أصابكم جبن وخور وضعف، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، يعني في أمركم، فالأمر هنا قام المضاف مقام المضاف إليه، والمعنى في أمركم، لما حدث تنازع بين الرماة وتنازعتم في الأمر، يريد تنازع الرماة مع قائدهم عبد الله بن جبير، حيث نهاهم عن ترك مقاعدهم وذكرهم بأمر رسول الله فنازعوا، حدث التنازع، فنازعوا في فهمه وخالفوا الأمر ونزلوا، وكان ذلك بعد أن رأوا إخوانهم قد انتصروا وأعداءهم قد انهزموا، وهو معنى قوله تعالى وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من النصر، كان النصر في أول النهار، وفر المشركون على عددهم هذا وعددهم الكثير، ونصر الله عز وجل رسوله والمؤمنين في أول الأمر، ثم حدثت المعصية وترتب على هذه المعصية هذه الهزيمة وتحول الأمر. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، منكم من يريد الدنيا، يعني الرغبة في المغانم، الدنيا هنا الرغبة في المغانم، منكم من يريد الدنيا، وهم الذين نزلوا إلى الميدان يجمعون الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة، وهم عبد الله بن جبير والذين معه الذين صبروا في مراكزهم حتى استشهدوا رضوان الله عليهم جميعا، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ثم صرفكم يعني صرف الله عز وجل وجوهكم عن المشركين،
ثم صرفكم عنهم، يعني صرف وجوهكم عنهم عن المشركين ليبتليكم، وتمت الإدالة للامتحان والاختبار، لينظر الصادق من المنافق الكاذب. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، وذلك إخبار عن ترك القتال لما أصابهم من الضعف حينما رأوا أنفسهم محصورين بين رماة المشركين ومقاتليهم، فأصعدوا في الوادي هاربين. وهذا كله حدث بعلم الله وتقديره وتدبيره، لا يحدث شيء في كون الله إلا بإذنه، هو سبحانه يفعل ما يريد، فعال لما يريد عز وجل سبحانه وتعالى. وما من شيء إلا ولحكمة، وما من ابتلاء يبتلى به المسلمون إلا لحكم، فلا بد من الابتلاء والامتحان للتمييز، ليبتليكم أي يختبركم، فيرى المؤمن الصادق من المنافق الكاذب والصابر من الجزع. ثم يقول الله عز وجل في بشرى عظيمة: ولقد عفا عنكم، ولقد عفا عنكم، يريد أنه لو شاء يؤاخذهم بمعصيتهم أمر رسولهم فسلط عليهم المشركين، يريد أنه لو شاء يؤاخذهم بمعصيتهم أمر رسولهم فسلط عليهم المشركين فقتلوهم أجمعين، فقتلوهم أجمعين. هذا القول ورد عن ابن جريج وابن إسحاق: ولقد عفا عنكم، يعني لم يستأصلكم، ولقد عفا عنكم لم يستأصلكم. فالله عز وجل سبحانه يعني كان انظر الأمر، يعني المشركون من ورائهم ضغطوهم، يعني الله عز وجل برحمته وحده سبحانه وتعالى أن الله عز وجل نجى من بقي من المسلمين، قتل منهم فقط 70 ونجى الله بقية المسلمين. ولقد عفا عنكم لم يستأصلكم. يقول: فسلط عليهم المشركين فقتلوهم أجمعين ولم يبقوا منهم أحدا إذ تمكنوا منهم تماما، ولكن الله سلم. والله ذو فضل على المؤمنين، والحمد لله، يعني الله عفى عنهم، الله عز وجل عفى عنهم. وكذا قال سبحانه وتعالى في الآية التي بعد ذلك: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم، الذي فر وهرب من القتال عفى الله تعالى عنه. ثم يقول سبحانه وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. إذ تصعدون، تصعدون أي تذهبون في الأرض فارين من المعركة، يقال أصعد إذا ذهب في صعيد الأرض. تصعدون يعني تفرون. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني لا تلوون رؤوسكم على أحد تلتفتون إليه. إذ تصعدون يعني فارين، ولا تلوون على أحد، والرسول في أخراكم. يعني إيه الرسول في أخراكم؟ يعني والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني أخراكم يعني في آخركم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك نادى عليهم قال: إلي عباد الله، إلي عباد الله، والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني في آخركم. وهذا فعلوه رضي الله عنهم من الدهش والخوف والرعب، شوف يهرب ولا يلتفت برأسه من الخوف، أمر تبدل، معصية معصية
معصية من بعض الجيش كان السبب في هذا التحول. ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، أي في آخركم، يناديكم إلي عباد الله، ارجعوا إلي عباد الله، ارجعوا وأنتم فارون لا تلوون على أحد، أي لا تلتفتوا إلي. فأثابكم، أي جازاكم، فأثابكم غما بغم، أي يريد جزاكم على معصيتكم غما. والغم هو ألم النفس لضيق الصدر وصعوبة الحال، غما بغم. الباء هنا بمعنى على، فأثابكم غما على غم. كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، في على، في بمعنى على، على جذوع النخل. فكذلك الباء هنا بمعنى على، وأيضا بمعنى المصاحبة، غما مع غم. وكما ذكرنا الغم هو ألم النفس، ألم النفس لضيق الصدر وصعوبة الحال، غما بغم. سبب الغم الأول فوات النصر والغنيمة، وسبب الغم الثاني هو القتل والجراحات وما أشيع من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكذا الجراحات التي جرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وميل العدو عليهم بعد هروبهم، ميل العدو عليهم، غما بغم، غما بغم. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم، أي ولا تحزنوا على ما أصابكم من القتل والجراحات. فأنساكم الغم الثاني ما غمكم به الغم الأول الذي هو فوات النصر والغنيمة. والله خبير بما تعملون. يقول السعدي رحمه الله في تفسيره ولما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح، إذا تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل هانت عليكم تلك المصيبات. يعني هذه من رحمة الله عز وجل، انتبه، يعني قد يصيبك ابتلاء أو غم وتبتلى بغم آخر، هذا الغم ينسيك الغم الأول، سبحان الله، ودي من رحمة الله. يعني تلاقي نفسك تبتلى بابتلاء وتبتلى بابتلاء ثاني، الابتلاء الثاني ينسيك الأول، تلاقي غم ثم تبتلى بغم ثاني ينسيك الغم الأول. انظروا الغم الأول ما فاتهم من النصر والغنيمة، وكذا أيضا ما أصابهم من الجراحات، وا وا وا. إيه بقى الغم الثاني اللي نساهم كل ده؟ إن هم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم به جراحات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل. فهذه إيه؟ تنسي أي شيء، دي تسلية عظيمة جدا لأي مصيبة. يقول إذا تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل هانت عليكم تلك المصيبات، واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة،
فلله سبحانه وتعالى، فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم، وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم. ولهذا قال سبحانه: والله خبير بما تعملون. إذن الله عز وجل سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها سبحانه وتعالى، كل شيء بحكمة، وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فما من بلاء إلا ووراءه حكم ومنح. فيقول يخبرهم تعالى أنه بكل ما حصل منهم من معصية وتنازع وفرار وترك للنبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وحده، وانهزامهم وحزنهم، خبير مطلع عليه، عليم به، وسيجزي به المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أو يعفو عنه، والله عفو كريم. يقول من هداية الآيتين: مخالفة القيادة الرشيدة والتنازع في حال الحرب يسبب الهزيمة المنكرة. الجبن عن قتال العدو والتنازع والاختلاف والمعصية سبب الهزيمة. حتى إذا فشلتم، انظر، وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فمخالفة القيادة الرشيدة والتنازع في حال الحرب يسبب الهزيمة المنكرة. يقول في الحاشية: الخلاف كله شر، ولكنه في ساحة المعركة، ساحة الحرب، أشد. لهذا قال تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إلى أن قال: ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم. يعني تنازع سبب الجبن والضعف وإذهاب القوة وتحول الحال. يقول: معصية الله ورسوله والاختلافات بين أفراد الأمة تعقب آثارا سيئة، أخفها عقوبة أخفها عقوبة الدنيا بالهزائم وذهاب الدولة والسلطان. يقول رحمه الله: شاهد هذا حال المسلمين اليوم وقبل اليوم، أنهم بعد أن عصوا الله ورسوله بالإعراض عن شرع الله وإهمال أحكامه والتعصب للمذاهب والرضا بالانقسام والخلاف، حل بهم ما حل من الذل والهون والدون. كذلك من الهدايات: ما من مصيبة تصيب العبد إلا وعند الله ما هو أعظم منها، فلذا يجب حمد الله تعالى على أنها لم تكن أعظم. وهذا من المسليات عن المصائب، أنك عندما تصاب بشيء تقول: الحمد لله أنها لم تكن أعظم. كما دخل أحد السلف على رجل وجده يتألم وكان به قرحة، فيصبره بماذا؟ يقول: أيسرك أنها كانت على ذكرك؟ قال: لا. قال: فأحمد الله. يعني القرحة هذه في أي مكان يتحملها الإنسان، لكن إذا كانت على ذكره، عضو الذكر، لا يتحملها، فأحمد الله.
يبقى إذن في أي بلية يبتلى بها الإنسان يتذكر أنه الحمد لله لم يبتلى بأعظم منها، فيحمد الله، يحمد الله على ذلك وعلى ما قدره الله، وليعلم أنه إن صبر واسترجع ورضي عن ربه فإن الله يخلفه، والله سبحانه وتعالى سيخلفه خيرا مما أصابه. ظاهر هزيمة أحد النقمة، لكن باطنها النعمة، وبيان ذلك أن علم المؤمنون أن النصر والهزيمة يتمان حسب سنن إلهية، فما أصبحوا بعد هذه الحادثة المؤلمة يغفلون تلك السنن أو يهملونها. نعم، يعني ما حدث من الصحابة رضي الله عنهم معصية بعد ذلك لرسولهم صلى الله عليه وسلم، وما حدث منهم جبن ولا خور ولا تنازع، لذلك نصرهم الله وأظهرهم الله على عدوهم، والحمد لله رب العالمين. إذن البلايا فيها منح عظيمة، لكن العبد يتعلم منها. إنسان منا لما يصاب بشيء يقول أن هذا من أين هذا، ويراجع نفسه، سيجد نفسه قد أذنب، يتوب إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهكذا، لأن الذنوب هي سبب هذه البلايا، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن من أمره ويتعلم فيما يأتي، سيجد أن الأمر يغيره الله عز وجل. كذلك أيضا بيان حقيقة كبرى، وهي أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وفي شيء واحد ترتب عليها آلام وجراحات وقتل وهزائم وفوات خير كبير وكثير، فكيف بالذين يعصون رسول الله طوال حياتهم وفي كل أوامره ونواهيه وهم يضحكون ولا يبكون وآمنون غير خائفين؟ ثم يقول في الحاشية: هذه حال أكثر المسلمين اليوم ومنذ قرون عدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكذا لم يبرحوا أذلاء تابعين للكافرين لا يستقلون في عمل أو تدبير. ومثلهم كمثل العميان بأيديهم المصابيح، والجمال وكالجمال يقتلها العطش، والماء فوق ظهورها محمول. معهم النور، معهم طريق العز والتمكين والمجد والشرف والرفعة والغنى، وهو الكتاب والسنة وطاعة رب العالمين سبحانه بامتثال أمره واجتناب نهيه، لكنهم لم يفعلوا. يظن البعض منهم أن المعصية هي طريق التقدم، من أكل الربا ومن نشر للفواحش وغير ذلك، لا، إنما التقدم، العلو، الظهور يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى، كما فعل الله عز وجل وصدق وعده مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جعلهم الله عز وجل خلفاء الأرض، ومكن الله عز وجل لهم دينهم الذي ارتضى لهم، كما قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هو هذا هو الوعد الصادق، يتحقق لمن آمن وعمل صالحا. والله أعلم، نكتفي بهذا. أقول هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.